كيف كيف ايه؟ هذا 10 كيلو 10 تنظم الغرفة الفلاحية لولاية البليدة المعرض الولائي للحمضيات مع معرض العسل، لأن العسل مع الحمضيات عنده علاقة ويخدموا بالتنسيق مع بعضهم بعض. لهذا اليوم اللي درنا قدموا الفلاحين تاعهم المنتجات الفلاحيه اللي طيلة السنه، اليوم وجدوا المنتوجات تاعهم باش يعرضوها للمستهلك والمسؤولين باش يشوفوها على مستوى الولايه. والهدف من الاجتماع هذه المحافظه، او الشعار تاع المعرض هذه المحافظه على الاصناف القديمه. الاخر على المجهود اللي راكم تشوفوه هذه كيف نشوفوها السلام عليكم. ممثل شركة بيتروبون جزائر المتواجدة في ولاية البليدة في الزاوية، هي شركة جزائرية إيطالية اسمها ملتي ناسيونال، مختصة في إنتاج جميع الأشجار المثمرة بخاصية التكاثر عبر الانسجام، يعني في المخبر كولتير إن فيترو. ننتجوا بزاف انواع تاع حمضيات، ثاني اللوزيات كيما الخوخ والنكتارين وكلش، وجينا اليوم شاركنا في المعرض هنا في ولايه البليده. عندنا كليمونتين، عندنا قارص، عندنا لي روزي، عندنا الوار تاع الخارجه اللي نخدموا روحي دركا، عندنا البوغانفيل، عندنا كليمونتين تاع الخارج تاع بلادنا، فاهمة؟ عندنا ان شاء الله برد كل الخير عندنا. واش نحنا يا الخير هذا اللي عندنا كاع نديرو، ماش دايرنا قيمه كاع، واش يجيو لنا ما يشوفوا بونا الا انا في ضيق ولا انا مانيش عارف كيفاش. رانا ما يعيطوا لي نجي في الليل، نجي في النهار نجي، غير يعيطوا لي نجي معاهم. رانا موقفين مع البلاد تاعنا ان شاء الله بربي، اليوم وغدوه وغير غدوه غير وين ما انت ان شاء الله بربي. اللي راه حتى في البالكون وديرها معجون وكاع كاينه، نولوا للاصول راح ننجحوا. الا ولينا لهذه راكم شفتوا اليوم باللي النوعيه هذه جديده ما هيش بخير، بصح النوعيه القديمه اللي هي راهي في السوق بسعر منخفض، والحمد لله اليوم المستهلك الكريم نحافظوا عليه، ورانا نمشوا قريب 90% خاليه من المواد الاخرى، مواد عضويه خاليه من المواد الكيميائيه، رانا داخلين في البيو. تغيرنا المشاركه تاعنا راه من بدا المعارض هذو مره، وحنا نشاركوا بالانتاج تاعنا، ساكنه في الجزائر، ساكنه في الجامعه، في يعني وين يكون كاين معرض نجوا نشاركوا، والانتاج تاعنا محلي. يعني عندنا احنا اللي كيما تشوفي هذه مستثمرات فلاحيه، عندنا لي فيي فيرجي اللي راهم هانوهم وقلعوهم قاعدين، عندك لي مونتي سون بيبا، عندنا دو بيستي الحمضيات اللي كانت مغروسه زمان، هذيك هي اللي يعني تروح للامبورتاسيون تتوسق، تروح للوناجي. حنا اليوم لوناجي رانا نشربوا، في المواطن الجزائري يشرب في الفول، يشرب في لوناجي. المهنه هذه اب على جد، من اكبر النحالين في ولايه البليده. احنا مختصين في تربيه النحل ومشتقات الخاليه، اول منها مشتقات الخاليه الانواع تاع العسل. عندنا ثاني حبوب الطلع، عندنا لابروبوليس صمغ النحل، عندنا الغذاء الملكي، نخدموا برودكسيون دي زيسا، نخدموا ليلفاج ديرها، نخدموا الملكات، ترقيه السلاله، هذه بصفة عامة. نخدموا لا ترونزيمون تاع النحل، نقلوا النحل عبر الولايات باش نخدموا عدة أنواع تاع عسل.